هاي الفيديوهات كلها تاسعة، راح انزلك من على اليوتيوب وبعث لكم ان شاء الله. طيب المثال الثالث، هذا المثال عندنا قوتين، القوة الأولى 600 نيوتن بزاوية 30 درجة مع الأفق، وعندنا قوة ثانية 400 نيوتن بزاوية 45 مع الشرق. راح نحاول نحلها بطريقتين، طريقة الثرموديناميكا وطريقة سيجما اف واي سيجما اف اكس اللي هو قانون كوساين وساين. خلينا نقول سوليوشن واحد، سوليوشن الحل الاول ايش راح اعمل؟ هاي المنظومة القوة راح اجي احللها ايش؟ الى مركبات. هاي القوة الاولى، هاي القوة الاولى، شوف هذا الاوريجن، هذا واي اكسس وهذا عندي اكس اكسس. فهذا ايش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي 600 ايش؟ كوساين وساين؟ كوساين كوساين يساوي 3. والثاني ايش راح يصير عندي؟ 600 ساين ايش قد؟ 3. شوف الثاني ايش شلون راح يكون بطريقه. ايش خدات قيمته؟ هذا يكون 400 ساين لو كوساين ساين 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 ساين، وهذا 400 ساين 45 كوساين 45 جيد كوساين. نعم واضح هسه المحاور شلون صارت هالشكل، وهذا خليه على المحاور، ما مثل ما نعيده بعد بطريقه بدائيه مثل ما قلنا قبل شويه. هذه المحاور عندي هسه، انا عندي هذه المحاور عندي، هذا انا خليت علينه هاي المنظومه. اجي هذول بنفس الاتجاه اثنيناتهم نفس الاتجاه اثنينهم، ايش اعمل لهم؟ اجمعهم. بس هذول ايش بيهم؟ باتجاهين مختلفين. هذول ايش؟ اتجاه. بس انا ما اعرف بيا اي ما هو اللي ينطرح اكثر. لازم بس اعمل لي كالكوليشن بسيط حتى اشوف اي هذا اكبر لو اي هذا اكبر حتى اشوف بيا اتجاه حقهم. اجي اكتب 600 كوساين 30 ايش قد يساوي لنا؟ يساوي لي هذا قيمته 50 519.6، وهذا 519.6 400 في ساين 45، الثاني 228.2. ايه ما هو الاكبر؟ هذا ولا هذا؟ قطعا هذا. فاذا مجموع القوة راح يكون هذا المحور، هذا واحد بهذا الاتجاه والثاني بهذا الاتجاه، بس اشنو؟ هذول الاثنين منجمعون، بس هذول ايش بيهم؟ ينطرحون ينطرحون. اجي ارسم محور واحد بالاتجاه اللي اريده انا، هذه اكس وهذه واحد، واجي اخلي عليهم مجموع هذول، هذه راح اسمينه ايش؟ اسمينه سيجما اف اكس. فايش راح يساوي لنا سيجما اف اكس؟ راح يساوي لنا 600 كوساين 30 درجة ناقص منو؟ 400 ساين 45 درجة. هذا المحور، هذا القوة. القوة الثانية اللي هو راح يكون ايش؟ محصلة هذول القوتين اللي هي ايش سميناها؟ سميناها سيجما اف واي، راح يساوي لي ايش؟ راح يساوي لنا 600 ساين 30 زائدا 400 ثاني 400 ساين او كوساين 45. واضح؟ هذا ايش راح يعطينا؟ سيجما اف اكس سيجما اف واي ايش راح يعطينا؟ اف واي 582.80. اف اكس 236.7.
نفس الشيء طلعت من ثلاث الارقام هاي يا شباب؟ نفس الشيء يا دكتور، نفس الشيء. من تطلعون يا شباب رقم لازم تحطونه صح، ولازم ايش معانا؟ معانا واحده واحده مهم. نجي هسه ايش راح نعمل؟ نعمل طلع هذا هو عباره عن ايش؟ عن الـ FR. وهاي الزاويه احتاج فيها. شوف هذا ايش راح يصير عندي؟ FY. ايش راح يصير عندي؟ FR. FR راح يساوي تحت الجذر سيجما اف اكس سكوير، مع هذه القاعدة سكوير، زائد سيجما اف واي سكوير. ايش راح يساوي لنا هذا كله؟ 629 بوينت نيوتن. بوينت ايش؟ ما بين بوينت؟ والله ما راحت، ما بوينت 8 ما قريت بوينت. بوينت ايش قد؟ بوينت صفر، بالصفر ما بيه بوينت دكتور. مضبوط يعني. 628.2 بوينت. اوكي يعني شوفوا انتم، يعني شوفوا ما تفرق شيء يعني، هاي الارقام بس يطلع قبل هذا. هسا ايش بقى عندي؟ بقى عندي هاي الزاويه لازم اطلعها. كيف اطلع هاي الزاويه؟ مثل ما قلنا ثيتا راح يساوي لي، راح اكتب بالطريقه هذه، ثيتا يساوي لي تان انفرس، اخلي الوتر لان ثيتا يساوي ايش؟ المقابل سيجما اف واي على سيجما اف اكس، ويساوي لي ايش؟ تان انفرس. نجيب اف واي ايش عندي؟ 582.8 على الـ 82.8 236.8. اللي فاتوا قبل شوية أيضا ممكن نشوف 67.88 تقربها 0.9 ينكتب تان انفرس، بعدين يفتح قوس، بعدين يكتب 582.8 تقسيم 236.7 أقول 297 أشهر يطلع لنا زاوية 67.9 نعم 67.9. شوف المسألة سهلة ما صحيح؟ واضحة. أحد عنده سؤال عليها؟ دكتور بهذيك الطريقة تنحل بخطوة واحدة يمكن. بالطريقة الثانية هسه نشوف كيف راح نحلها. هذه راح تكون 5. خلينا نحلها بطريقة نحاول نتعامل المحتويات المستطيلة. F1 اللي هي 600 بزاوية اشغل 30 درجة معانو، ايضا هو F2 اللي هي 400 بزاوية اشغل 45. شوف كيف راح نرسم انا، راح اخليه هوني محاور متعاملة، خلي محاور متعاملة بعدين 45 هذا زاوية 45 مع هذا أرسم. شوف هذا أرسم شيء موازي للأول. أنت تطبيقين طبعا هذا يساوي هذا وتجاهه أيضا يساوي تجاهه. نعم قيمته إيش قداتي؟ هاي الزاوية 45 درجة. ليش؟ لأنه هذا يشبه هذا، راح يكون F2 اللي هو 400 وارجع ارسم اللي الاخر.
هذا لحظة راح يكون موازي لهذا. هذا اللي موجود باللون الأحمر. هذا إيش راح يكون؟ راح يكون F1 وقيمته إيش راح تصير؟ ظل إيش؟ ظل المحصلة عبارة عن هذا. هذا. اللي هو هذا راح يكون عندي F. سهلة جدا. فقط ظل إيش؟ ظل عندي بس الزاوية كيف أطل أستنتجها بشكل صحيح. شوف معايا. شوف هاي الزاوية 45، هاي الزاوية 45 معناته هاي الزاوية ايش قدراتي؟ 45 درجة. دكتور هاي مو 30؟ هاي 45 هي... الفوق ايش قدراتي؟ 30. ليش انه هاي هاي 30 بالضبط لان تشبه جوا 45. ضل عندي ايش؟ ضل عندي هاي الزاوية كلها ايش قد صارت؟ 70 75 درجة. طبعا لو اخذناها بهذه راح تكون اسهل يجوز هون. شوف هاي 30 هاي ايش قد راح تكون؟ 30 هاي 45 هاي ايش قد بقت من 90؟ 45 45 هذا ايش قد 30؟ 70 75 واضح؟ ظل عندي بس الـ FR أطلع هسه، أطلع قيمة الـ FR، كيف أطلع قيمة الـ FR؟ FR راح يساوي لي قانون الكوساين الشفوي يكون عندي تحت الجذر القوة الأولى هذه إيش قد هذه؟ 600، أنا لا دخل على الفوق، بس بوع على الجو، بس بوع على هذا الجو. يعني ناخذ أحد المثلثات مو؟ إيه 600 تربيع هذا 600 ونلاحظ قد 400 زائد 400 ناقصة 2. طبعا هاي مو زاوية قائمة حتى نكتفي لهنا، إذا كان في تغورس وقفنا هنا، بس إذا ما في تغورس لا عامل الكوساين يستخدم في إيش؟ في 600 في 400 في كوساين، كوساين يا زاوية المقابل 75 مقابل 75 يعني 75 مقابل يعني هذا مقابل منه هذا يطلع 629 يطلع ايش قبل شوي ايش طلع عنا 629 يعني قبل شوي طلع 628.2 ايه 29 هذا وايضا نكتب عليه اليوتيوب. شوف هذه هنا ايش كم خطوة هنا كم خطوة خطوة وبعدين بعدين وصلنا هون بعدين وصلنا هون بعدين طلعنا بينما هون سهل كانت اسهل. ظل عندي ايش؟ ظل عندي اف ار هذا مثل ما قلت لكم اف ار قانون الكوسان اسف قانون الصين هذا واحد احتاج الزاويه مالته احتاج ايه هاي الزاويه؟ كم هاي؟ فاحتاج قانون استخدمه قانون الصين فراح يكون عندي شوف الاف ار 629 على ساين الزاويه المقابله له ساين ايش قد؟ 75 طيب 75 راح يساوي لي ايش؟ راح يساوي لي 400 هاي 400 على ساين يا زاوية زاوية ثيتا يصير لو هاي الزاوية جاما مجهول هاي الزاوية جاما راح يساوي لي ايش؟ يساوي لي ايضا 600 هاي 600 على ساين يا زاوية هاي الزاوية نقول بيتا هذه ما احتاجها هاي الزاوية ما احتاج احتاج هاي الزاوية جاما حتى اخلي لها 30 تطلع لي بيتا خلاص راح اخذ ايه هذا الكلام هذا ما اخذ اخذ فقط كلام هذا فايش قد راح ينطيني هنا راح يكون عندي ساين جاما راح يساوي لي 400 اللي هو في
في ساين 75 على 629. أشوف الدين هنا جامع اللي ما يعرف يعملها أيضا. خلينا نشوف كيف بتحاسب. نكتب 400 في ساين 70 75 تقسيم 629 طلع لي ايش قد؟ طلع لي 0.614. طيب هذا 0.614 شلون احولها؟ طلعها بحيث اطلع الزاويه. راح اقول شيفت ساين ساين انفرس ساين انفرس ما نكتب تان انفرس ها. راح ارجع اكتب اشيل هذه اكتب ساين انفرس الكتاب هنا ساين انفرس ممكن ادوس يساوي مباشره لان هو ديفولت راح ياخذ الانسر ممكن اكتب انسر يعني ممكن ادوس انسر ممكن اضغط انسر ممكن ما يحتاج قبل يساوي ليش لان هو ديفولت راح ياخذ الانسر ايش طلع لي الزاويه طلع لي 37 بوينت 9 هسه نجي كيف ايش راح اسوي لي مثل ما شفتم هنا ثيتا ايش راح اسوي هنا ثيتا؟ ثيتا لازم نخلي عليها 30 للجاما حتى تكون فيني قيمة ثيتا فثيتا راح تساوي لنا 37.9 زائدة 30 ويساوي لنا ايش قد؟ 67.9 شوف هاي قبل شوية حليناها ايش قد طلعناها قبل شوية؟ 67.9 هذه الطريقة العادية والطريقة نفس الشيء واضح؟ هسه اخر شيء اكتب لي اف ار يساوي لي ايش قد؟ 2629 نيوتن شوف وحده هالشكل بزاويه ايش قد؟ 67.9 درجه واضح؟ نعم احد عنده سؤال عليها هاي يا شباب؟ اكو مجموعه اسئله خليت لكم اياها قبل هذه حلوها ترى المحاضرة بي دي اف موجودة بالكلاس روم؟ هاي المحاضرة راح ادز لك اياها هاي الاوراق كلها اسويها بي دي اف وادز لك اياها كلش والمحاضرة فيديوية موجودة على اليوتيوب راح اعطيكم الرابط على شو اسمه وعندكم بعد لازم تحلون هاي الامثلة اللي الاسئلة اللي كتبت لك اياها هنا شو باوع علي هسه راح اشوف لكم الامثلة حتى تكون عملية سهلة عليكم حلوا هاي المسائل 2.32 وانطيتك رقم الصفحه وين الكتاب الكتاب موجود بالكلاس روم ممكن تفتحه وتنزله عندك مره ثانيه لازم نفتح الكتاب لازم نسوي له داونلود واضح يا شباب حلوا هاي المسائل كلها ونشوفكم الاسبوع القادم ان شاء الله اللي ما عنده شيء يقدر يغادر واللي يبقى عنده سؤال او شيء خليه يسال الان دكتور بس الطريقة الثانية ما تعيدها؟ هذه آخر وحدة اللي هسه قبل شوي خليناها. إيه لأن ما كنت موجود بها وصل يعني. إيه إذا ما كنت خلي بس نفكر التسجيل.